تفضل أغلب الروضات تسريح الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بداية من شهر جوان وإلى غاية شهر سبتمبر، وهذا لإعطائهم نصيب من الراحة نظراً لخصوصياتهم. عندهم قدراتهم يعني قليلة، ما هيش قدر من الواحد نورمال يقدر أنه يكمل معك حتى الصيف كامل مع السخانة والحرارة دي باش يخرج صباح ربي هكذا وزيد العشية بزاف عليه. راه لازم نحبسوهم، يعني كان خطرة في سمعنا يولي يجينا باش يخدم مع أخصائية أورطوفونيا باش ما ينساش، ومن بعد تكون لا ريبريز إن شاء الله معاهم في سبتمبر. مي لي نورمو نكملوا معاهم حتى الموعدوت، ما نقدروش نحبسوه على خاطرش لي بارون يخدموا. أنه لازم نعطوا لهم قسط من يعني الراحة طبعا، لأنهم أطفال كأي طفل، يعني لازم نعملوهم كطفل عادي نفهموا احتياجاتهم. خدموا في العام يعني كانت شفنا أنه لحقنا النتيجة لنقدر نحبس هذا الطفل ونخليه يريح. بينما بقية الأطفال مصيرهم في الروضات مرهون بأوليائهم، فكثير منهم وبحكم ارتباطهم بالعمل لا يمكنهم تسريح الأبناء إلا عند وصول موعد عطلتهم السنوية. باسكو ديجا نخدم دونك ما نقدرش، ما كانش يكون لي عسهولي، دونك لا كريش هي اللي لازم نحطوا وليدي فيها. فور لو مومون جوان مازال، جوان جويي اوت ان شاء الله نكونوا في الدار. بون انا حطيته في لا كريش ماشي باسكو خدامه ولا، مي كاين ظروف خلاوني باش نحطوه في لا كريش. انا ماذا بيا جوان، انا بور مو نشوف بلي جوان حتى لسبتمبر، بون سبتمبر يعاودوا يولوا الدراري كاع يقراو، ماذا بيا جوان هذا يقعد باش يحس الطفل بالطفوله تاعو يلعب. الراحه تاعي مع الكونجي تاع مولا بيتي، كي دي مولا بيتي كونجي هذاك هو كونجي تاعي تاع وليدي تانيك نورمالمون ديبي تاع جويي، مي نحبس له هنايا. برنامج العمل في الروضات يتماشى ومتطلبات الأولياء، حتى الأطفال المتمدرسين وبعد خروجهم في عطلة فإن الروضات تستقبلهم، وهذا بناء على طلب أوليائهم.